ايه تنور، وقال يا ديفه خليكي ناعمه يا اختي وخفيفه، والميه سالت عليه وقالت انا كنت رايقه والله ونضيفه. يا خرابي هدومي هدومي هدومي، يا نهار اسود، شقاك شقاك يا ودادي عمتي من الاستديوهات، هي دي اللي فضلت لي نعيمة. رايحة على فين يا نعيم؟ وين الشنطة اللي معاكي دي؟ دي ولا حاجة، أنا مسافرة. مسافرة على فين يا نعيم؟ عند أمي. إيه، أنت زعلتي مع الست ولا إيه؟ لا أبدا، فوتك بعافية. الله يعافيك. تاكس تاكس تاكس، استنى استنى يا اسطى استنى. يخرب بيتك، روح يا شيخ الله يلهفك ترمى يكون سواق واعمى. اتسرقت سختي وهدومه كلها يا حامد. يا بنت الكلب، انت بتشمني يا كلب؟ انا بشم نعيمه، هي ما فيش غيرها، خرجت دلوقتي من صربعة وكانت شايلة معاها شنطة. يا خرابي، واقف مستني ايه؟ اتحرك بسرعة. ها حيوان بتهبب ايه عندك؟ بجيب العجل اهو. يا خرابي يا حاستك يا وداد يا حاستك، يلا يا نوح يلا يا حيطة. هتلاقي تاكسي، لكن انا ممكن اوصلك. تعالي. متشكر، انا عايزه تاكسي. هروح مشوار وارجع والاقيك لسه مستنيها التاكسي. قلت لك متشكره، انا عايزه تاكسي. يا لهوي يا لهوي، استنى يا اسماعيل، انت انت اسماعيل ولا استنى؟ انا تعبت يا ستات، تعبت خالص. ما كمل الاول. تعالي اقعدي جنبي هنا. طالع لما تقعدي جنبي عشان في ماسوره ضربه ورا. حاضر حاضر. عبك كده انت مرفوض، خليك فاكر النمر. نمرت ايه؟ نمرت ال اسم ايه. طيب طريق منين؟ اي حته، اول ما الاقي تاكسي هنزل. ليه؟ ما وصلك؟ لا معلش. انت مسافرة؟ لا ازاي اه وازاي لا؟ اصل بفكر ما سافرش. امال كنت مستعجلة ليه؟ كنت عايزة تهربي من حد؟ انا؟ يا نسا يا مدام يا استاذ، خلاص معلش انا اسف، حقك عليا. ده حكايتك ايه؟ اصل انا كنت متجوزه واحد راجل عجوز وطلقني، وارجع لاهلي لا يردوني ليه تاني. عايزه اتمتع بشبابي. معاكي حق، بلاش ترجع يا شيخه بلانيله. امال اعمل ايه؟ ما اقدرش انزل في القنده لوحدي. بصراحه ازمه الشقق دلوقتي اكتر من ازمه التاكسيات. ربنا يخليك، كلك ذوق وإنسانية. الحقيقة أنت صعبت عليا أوي. أنا قصدي أخدك زي ما ركبتك معايا العربية، هتنامي عندي، في حاجة دي؟ أنت عازب؟ وبدور على بنت الحلال. باين عليك شقي. وأنت باين عليك حرامية. أنا؟ سرقت قلبي من اول توصيله، كتبت نمرة العربية اللي كانت مستنيه. يرحمكم الله يا ابو سريع. انت ايه يا اخ انت؟ انا مش لسه قايله لك وداد حمدي، انت ما بتروحش سيما ولا ايه؟ حاضر حاضر يا سيد عماد حمدي، اتفضلي حضرتك وانا هعمل لازم. انا مش منقوله من هنا لما ترجع لي سيختي وهدومي، دول ب 5000 يا عالم، دول شقه عمري كله يا اخواتي.
اتفضل. خش برجلك اليمين دي عتبه مبروكه. خش خش يا اخي تعال. ده ليه وليه؟ ده ممدوح جارنا جايب معاه واحده. ممدوح جارنا جايب معاه واحده؟ امشي امشي. يو بقى اللي اتحير يا كسمعت تقول عليه جارنا تاني. فاسق. شكرا يا عمرين. شكرا ليه؟ مفيش. روحك شيخ ربنا يزيدك من نعيمه. ربنا ياخدك يا شيخ. الجدع ده مش هيبطل المسخرة دي؟ وانا مالي اعمل حاجة. هو حر في عوامته. بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ عوامتك حلوة. اسمك ايه؟ قلت لك ممدوح. طب ما تزقش. عجبتك بصحيح؟ بسيطة ومحندقة وملفوفة ومكسمة. مكسمة قوي. ما تيجي افرجك على اوضه النوم. قصدك ايه؟ انا قصدي اخدم يعني. وزي ما ركبتني العربيه عايز تنيمني في سريرك مش كده؟ والله ده شيء يشرف السرير بتاعي. يحيى ده بعدك. امال انت هتنامي فين بقى؟ في السرير طبعا. بس انت بقى يا حلو هتنام هنا. وماله؟ كفايه نفسك معايا. يعني انت موافق؟ الا موافق. ايدك. عن اذنك ثانيه واحده. رايح فين؟ هجيب شويه حاجات كده لزوم الشهيد. مش لازمك فلوس؟ عيب ده احنا رجاله يعني مش اي حاجه. طب والنبي 5 جنيه بس عشان معيش فك لحد ما افك. ايوه العربيه باسم مين؟ ممدوح سيد شافعي محل الاقامه. محل الاقامه. ايوه الزمالك نم. ايه زعق شويه يا سيد مش سامع يا اخي. يا اخويا اعمل معروف خليك ودانك وسمعني. عايز اخلص اعمل معروف. يا ستي انا معاك. انا معاك يا ستي انا معاك. ايوه انا معاك يا اخي. ايوه خسر. ايوه شكرا. اعمل معروف اعمل معروف خلاص لهم تعاليهم. اعمل معروف ده شيء. هو طبيخ. هو طبيخ. حاجة اسمها اذن نيابة لازم نطلع اذن نيابة. هو لازم اذن نيابة ده اسم روح حرمة. امال يعني اذن تصدير واستيراد يا سيدي. القانون هو القانون. كيف العزال انا من يوم كيت العزال انا من يوم. ايه وقع عليكي خطوه حيه نعيمه لو شافها مخرج في السينما. مين ممدوح؟ لا انا كامل. كامل مين؟ ابن مكامل. ايه ده انت بتهزر؟ انت مين؟ فيفي. فيفي مين؟ تبي زينب. لا انا نعيمه نسيت اسمي. نعيمه صنف جديد. نعيمه ممدوح. ايه ده؟ نعيمة. يا نعيمة انت دخلت ازاي؟ بالمفتاح يا حياتي. انت ساكن هنا؟ اسكن عشان خاطرك. انت اتجننت؟ اوعى كده. ايه ده؟ تعالي بس. نعيمة يا لهوي يا لهوي. هي العمومة دي بتولد رجالة. هو في ايه؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ انا التالت. التالت؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. تعالي يا فهمك. انت لسه ما فهمتهاش. لسه انا دوبك داخل. افهمها انا الاول. لا انا لا هفهم. انا لا انا كامل. انت هو احكي والله لا احنا فوق. كامل ايه تلعب؟ نلعب. انا بقول لكم اوعى حد يقرب. ايه ايه انتوا جايين ليه وبتعملوا ايه؟ يا لهوي يا لهوي. ايه اللي جاب دلوقتي؟ الله يخرب بيكم. انت زعلان ليه؟ مش احنا دفعنا الاشتراك؟ الاشتراك في العوامه بس وفي الاتوبيس. لا اوعى حد يقرب لها. انا بقول لكم دي بنت اختي. بنت اختك؟ الحمد لله ما غلطتش معاها. طب الاماره اسمها نعيم. انا بقى غلطت معاها مضطر اتجوزها. انت متجوز؟ يلا نطلع. عمرك ما شفت ستات؟ انا اصلا هقول ما
مش قلت انك عايش لوحدك؟ مظبوط. امال ايه دول؟ دول عيال اصحابي هيقعدوا شويه وبعدين اروحهم. لا انا ماشي. استني بس، ده قعدتهم هتعجبك قوي. يا اخواتي، ده انا لسه بدفع ضرايبهم. منك لله يا دعيمه، منك لله. خلاص يا ستي، خلاص يا اخويا، طلعت اذن النيابه وانا برضه على الشغاله والشركه. اتفضل انت. اتفضل ثاني يا عنان. نعم. انا مش منقوله من هنا لما ترجع لي صيغتي وهدوء. أبي أنا بريء بشرفي. الواد ده ولا حرام؟ حضرة الصورة، أنا فعلا حرامي، إنما المرة دي بريء بريء. بقول لك إيه؟ لا لا، أنا الأولى مش فاضلكوا. لا يا شوشو. شوشو؟ اللي تتفرس يا عنيا. الحمد لله. اللي تتفرس يعني أنا الأول. أنا ده انت ولاد حزب صحيح. انت لسه جبت حاجة مسخرة. هشوف ايه تاني. قومي انا اوريك. تعالي بس ما تخافيش. ايه ده؟ بس ايدي. انا ما بعرفش اقرا. اوريك. يلا يلا. يلا حضرتك ليه؟ اوديها، احنا مش حرامية، محدش هيمد ايده عليها، دي من المحصولات. أعوذ بالله من غضب الله، وصل الفساد إلى بيتي؟ امشي خشي. انتوا يا ولاد الحقنا يا حضرة الضابط، خلصنا من أهل الفسق والفجور. يلا اسود. في ايه؟ حضرتك ما تتكلم. البوليس. ليش يا جدع انت؟ افتح انت يا اخويا. افتح. ايه؟ شغلك من دور سعيد شقي؟ مش انا. ولا انا. ولا انا. انت نعيم عباس؟ انا؟ لا. هي. ايوه هي نعيمه. ليه؟ في ايه؟ فين المسرحيات؟ انا ما سرقتش حاجه يا بيه، حتى فتشني. مسروقات؟ يا بنت الحراميه؟ خش بس يا دوم مع عسكري. لا 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 لا، انا بتكسف. خش. يو طب ما تزقش. فتش العوام. مين فيكم اللي كان مستنيها بالعربيه؟ مش انا. ولا انا. ولا انا. ايه دول؟ هنا الشنطه الضيقه يا فندم. والمجوهرات؟ ما لقيناش فيها حاجه يا فندم. لو اتفضلوا كلكم معايا الاسم. اسم؟ ليه؟ هو في ايه؟ انتوا متهمين بالاشتراك مع نعيمه في جريمه سرقه. مش ممكن يا بيه، انا متجوز. ولا مزق. تعال عام الكلام ده تقوله في التحقيق. اتفضل. حاضر يا سعاده البيه. اتفضل يا بيه. يا بيه وانا كمان. اتفضلي. الى اللومان وبئس المصير. طب الحق انت ولم مراته. زيزي نهارك اسود. دي العمليات اللي تستاهل الحبس. يلا خش. مش رايح تسرق لي حله مطباه؟ مش بريستون. بريستون؟ اه. طب خط يا اخويا، خط برجلك النحس. طب على شويش. ادخل حطهم في الحجز الضرب. خلص معاك كده. عاجبك؟ انت الدهر الاخر بيتك فضحتنا. حد قال لكم تيجوا معايا؟ خلاص بقى انتوا بلاش خناقه مع بعض بقى، واللي حصل حصل. العبوا مع بعض. ايه البتاع ده؟ يعني لازم تكونوا يد واحده ورجل واحده.
بدل ما تاخدوا الثلاثة واحد فيكم يشيل العملية. وصول الشغل كده شغل ايه يا جدعان؟ ما بخافش يا معلم، سركم كبير. امال ده احنا ولاد كار واحد. كار يا اخي؟ انت فاكرنا ايه؟ ده احنا اول مرة نشرف فيها هنا. ومال ما يقع على الشط. روى روى انت هو وخد عفوك، خد يا حبيبي عفوك، خد ولا يهمك منك لو اخرتها ايه يعني؟ عفر انت رخر وعفرنا، اخرتها ايه يعني؟ اللومان؟ ما هو السجن للجدعان، وحتى يعني اذا كانت اخرتها اللومان، انا عندي الواد هناك قبح ده الصبي بتاعي نازل هناك بتأبيده، قبح نازل هناك بتأبيده، واي زبون ببعتوله من طرفي بيقوم بالواجب الواجب واكتر كمان. الله روق كده يا معلم، مش انت المعلم برضو؟ انا المعلم. شيخ نايل 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 شيخ نايل نايل طلع احتياجكم كده بتكلموني بعلاقة زي ما تكونوا غومه. انا شرطه. شرطه ايه؟ احنا حراميه ولا كلب وقتالين قتل ونستاهل الضرب بالجزمه بتاعت حضرتك. قولوا كده بقى، مش تعملوا عليا اشراف. عملت في العمليه دي ازاي؟ هتقولي وديت المجوهرات فين؟ صدقني يا بيه انا ما مديتش ايدي على السيره، هي اللي بتتبلى عليا علشان عايزه اسيبها، والهدوم هي اللي مديها لي، واديكوا خدتوها نبقى خالصين. اروح بقى يا بيه. اتفضل يمضي على المحضر بصمها بالختام. وبعدين كسرنا الباب بالديناميت ودخلنا من الشباك. ايه ده؟ ازاي بس تكسروا الباب بالديناميت وتخشوا من الشباك؟ بلاش دي، احنا طلعنا على المواسير. وكده معقول قوي قوي. وبعدين؟ وبعدين قفلنا المحبس. محبس ايه يا قفل؟ قصده يا معلم قفلنا الباب. وقفلتوا الباب ليه يا عالم؟ عشان نفتحه بالديناميت. انت ايه اللخبطه بتاعتك انت وهو ده؟ ما تتكلم عادي اللي احسن بالله العظيم عادي. احنا كسرنا الميه بالدرميد وطلعنا على المفاحيح بتاع الميه في المواسير. ما تقولوا له الحقيقه يا اخوانا، لا نروح في داهيه. انتوا باين عليكم بتوع حركات وش لومان بالصحيح. بس ما تقطعش، قول ان شاء الله. يقول ان شاء الله ازاي؟ خلاص شرحهم يا عم. لا 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 في عرضك، انا هقول الحقيقه. يلا قول. احنا دخلنا الفيلا وبعدين لقينا صاحبة البيت راحت راعة بالصوت وقالت يا شويش. وبعدين قالت يا شويش. وبعدين يا شويش يا شويش. ما خلاص عرفنا دي بقى. وبعدين يا شويش يا شويش يا شويش. هادي وخلاص حكاية. فاكرين نفسكوا فين؟ يا شويش مجال التلاك؟ بتوع السيرة افراج. انت وش افراج؟ وادخل الحمام زي اخرجه قدامي. مش قدامي ما تنحنيش. شد عليك. شد. امشي يا سيدي امشي. سكرة مش عايز نفس. العيال دول مقشرين يا معلم، كانوا بيضحكوا عليك. مقشرين ايه يا دغوف؟ المعلمين بالصحيح بس كانوا بيستعبطوا. بيستعبطوا. بص شفت فرقعت منهم الترميسات دي ازاي؟ يا ابني الحرامية، وازاي فرقعتهم دول يا ولد؟ تلميذك بقى يا معلم. لا حلوين والنبي هادي يجيبوا منبه. انت مش مصدقني ليه يا حضر الظابط؟ احنا لا نعرف نعيمة ولا لينا دعوة بالسرقة دي خالص. أمال كنت منتظرها بعربيتك ليه؟ أنا ما انتظرتهاش، هي اللي ركبت معايا. وركبت معاك ليه؟ أزمة مواصلات. ورحت معاها الشقة ليه؟ أزمة سكن. وكنت قاعد ترقص وتشرب معاها ليه؟ أزمة نفسية. كده؟ يعني انتوا ما تعرفوش حاجة أبدا عن المجوهرات؟ أبدا وحياة النعمة. وشرف نعيمة يا سعادة البيت. اتفضلوا انجوا مع بعض. السلام عليكم. استنى انت اهو، رجعهم حجز تاني يا شويش. حجز ايه تاني؟ انت مش مصدقنا برضو. لازم تتعرضوا بكرة على النيابة، هي اللي هتفرج عنكم. حرام عليك يا بيه، أنا متجوز ولو غبت عن البيت مراتي هتطلقني. وأنا مطلق ولو غبت عن البيت مراتي هتردني. اتفضل معانا يا حرام. اهو حرام.
ساعه البيت الشويش ده معاملته سيء جدا معايا. يعني ايه يا سيدي؟ يلا يا سيدي 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 يلا يا كان على عيني. معلش كلها بكره ان شاء الله حجز لكم في اللومان اخر طراوه باذن الله. اتفضل معانا يلا يا سيدي. والله لا يمكن والله لا يمكن. انت شويش اوتوبيس اتفضل يا سيدي. خد عليك خد عليك خف نفسك خف نفسك معانا ما تستنطنش. خش يا سيدي هنتعازم؟ اتفضل. سكر يا سكر. اهلا اهلا بالمعلمين. خليك خليها يا راجل مش عاوز انت. بقى انتوا هتستعبطوني. ليلتكم سودا ان شاء الله. فتحي قوم يا فتحي. ايوه يا ستي. ايه بنت اللي نايمك هنا؟ مش حضرتك قلتي لي خليكي قاعده معايا لحد ما يجي سيدي فتحي؟ هو لسه ما جاش لغايه دلوقت؟ ما طلع جه وصعبت عليه انام بدالي في المطبخ. بس يا بنت بلاش لمض. والنبي يا ستي حضرتك بصراحه مدلعه قوي. تلاقيه بايت مع واحده من اياهم ومتهني. انا محترم محدش يمسكني وانا طالع البوكس. انت بترفع الياء ليه يا معلم؟ مكسوف ولا ايه؟ اعذر يا معلم اصل ابا مش واخد على البهدله. لازم يتعود. نزل ياء. والبوليس ما ردش على البلاغ؟ طب اي حاجه كلميه. ها برضه ما لقيتوش يا سامي. مش لاقيه في اي حته. ما يكونش هيعمل زي صاحبه كامل بس كلمه. ها انا قلبي قلقان عليه قوي خايفه يكون جرى اي حاجه. يفرج عن المتهمين السلاسه بالضمان الشخصي وتحجز المتهم نعيمه محمد السيد 4 ايام على ذمه التحقيق على ان يراعى التجديد في الميعاد. متشكرين يا فندم. براءه. بس لو ثبت ان ليكوا علاقه بنعيمه او ظهر تثبت عليه. يعني نروح ولا نقعد ولا نجيب عيش وحلاوه ولا ايه يعني؟ مؤاخذة. هترجع للقسم وتطلعوا من هناك. اتفضل. الله يخليك يا امير. مساء الخير. طب والنبي لو سمحت اول ما يوصل خليه يكلمني. المدير بيمر. المدير بيمر. ايه ده؟ ده صوت البيت سعدية. ايه يا ست انتي؟ عاوزه مين؟ الست اسمها احمد البندقي يا اخويا. يا مال بختك يا ستي يا حبيبتي يا شبابة العدو. ايه 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 ستي؟ ايه جوزك يا ستي؟ ايه التخشيبة مع المتسولين والحرام؟ بس يا بنتي خلاص تعالي هنا. يلا يا سيادة كلها على مكتبها. قولي عرفتي ازاي؟ بوليس النجدة رد على البلاغ بتاعك بعد انتي ما نزلتش وقال انه محبوس في التخشيبة. خد يا ستي عيش وحلاوه اهو. بس يا بنت خلاص اطمني يا ست سامي انا جوزك ما بشويش في اسم الازبكيه. عاجبك؟ ما تفتح. يا نهار اسود خبيني 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 ما تجيش ورايا. اسمع لنا ايه ده؟ ابوس ايدك مش عاوزها تعرف حاجه عن اللي حصل. يا مين؟ مراتي. مراتي نفس كروان بره بره. خليك وانت طيب. اصلا ده حد اشتغل يا خرابي. ليه يا شوش ده؟ ليه ده؟
مؤاخذة يا فندم، أنا فاكرك من إياهم. آسف بابا. اتفضل الأوراق اللي فرج عنها. حاضر يا فندم. إفراج. لهم إفراج. أمال مين هيقعد لي في التخشيبة؟ ها؟ أمين. أنا؟ أيوة يا فندم. جوزي محجوز عندكم هنا. اسمه إيه؟ فتحي محمود. اه لا طمني هو بخير. اتفضلي استراحة. شكرا. عجبك كده وش هتخرب بيت يا عزيز؟ شفت؟ لما انت بتخاف من مراتك كده خلاك تشتري في المسخره دي. توبه يا فندم توبه. يعني بلاش اقول لها الحقيقه؟ انا في حركه. وانت؟ تمام طبعا الحمد لله. طب يا اخي كلام وارجع لمراتك يعني. امرك بيه. بلاش رماك على المر. انا بقى حر. لا مطلق ولا متجوز ولا هتجوز ولا هطلق ولا هعمل اي حاجه. يبقى هنشوف وشك هنا كتير قوي. عموما انا هقول لمراتك انكم عملتوا حادثه وعملتوا حادثه مالكم. متشكرين يا سياده اللواء. ربنا يخليك وتبقى محافظ. اخر مره اشوف الشكوى هنا. انا لا مفيش حاجه هو خارج دلوقتي. لو ما بعدتوش عني هقول الحقيقه. حقيقه حقيقه ايه؟ لا 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 اصل فتحي بيقول لو كنت انا موت في الحادثه كانت مراتي اتجوزت في الاربعين ونسيتني. اخس عليك يا فتحي. طب ده انا ما اكلتش ولا نمت من امبارح. انا اسف يا حبيبتي. الحمد لله جت سليمه. ايه؟ احنا واقفين اي كلام بقى ولا ايه؟ مين اللي بره؟ أنا بقول مين اللي برا؟ مين؟ مين؟ إيه ده؟ الكنبة الكنبة؟ نسوقي نسوقي؟ حرام حرامي؟ أنا مش حرامي كنبت وخدتها ولا مش قعدت بالعوامة دي تاني ولا أنا. أنتوا اتجننتوا؟ ارجع يا ابني انت وهو. كفايه اللي حصل يا ممدوح. ربنا لطف وكان زماننا مشرفين في اللومان. يا بني ادم انت وهو الحياه تجارب. انا مستغني عن التجارب، كفايه لحد هنا. محدش عارف التجربه الجايه هتعمل فينا ايه. يعني هتربن انت وهو جنب مراتك ومش هتخرجوا ابدا؟ طبعا هخرج بس مع مراتي. وانا هسهر مع مراتي، هتفرج على التلفزيون. انت مش خارج يا حبيبي؟ لا يا حبيبي. تتحسب حصل ايه بفضل الشهر؟ من النهارده مش هخرج، هسهر معاك كل ليله. انت بتتكلم جد؟ وبكامل قوايا العقليه. طيب ده انا ده انا كنت قايله لماما انا هروح ازورها النهارده. وماله؟ نروح لها سوا. ايه؟ نروح لها سوا؟ من امتى بقى؟ وحشتني قعده امك دي. ايه ده؟ ده انت باين جرى لعقلك حاجه. فتحي سلامتك يا حبيبي. بطلي غلبة بقى وقوم اندفي. سعدية اعملي لي فنجان قهوة. ايه ده؟ انا قلبي بيلعب في الفار. ليه يا بنتي؟ بلاش يا ستي والنبي بلاش. هو ايه اللي بلاش؟ بلاش تاخدي معاكي البيع عند الست الكبيرة. ليه؟ استوعظي من اللي جرالي. جوزي نمرة اتنين دخل عليا بدون رضا زي البيت وخدني واحنا نزوره مين؟ استأذن دقيقتين نزل وحياة غلاوتك عندي يا ستي لحد النهارده ما شفت وشه. طب يا بنت اعملي انت فنجان القهوة. الله ما لبستيش ليه؟ ما تخليك انت واروح لها زي كل مرة لوحدي. مش احنا اتفقنا ولا هترجعي في كلامك؟ ابدا بس مش عايزه اضايقك. انا مش متضايق انا مبسوط. انت مصمم يا فتحي؟ انت كنت هتروحي عند امك ولا في حته تانيه؟ قصدك ايه؟ قصدي واضح في حد في الدنيا يقول لمراته انا هاجي معاكي عند امك تقول له لا؟ انطقي وانت هتروحي فين؟ انت بتشك فيا يا فتحي. ما انا لازم افهم ليه مش عاوزاني اروح معاكي عند امك؟ ها؟ انا مش مغفل. سعدك يا فتحي. اصل البنت سعديه قالت لي ان جوزها نمره اتنين
دخل عليها بالرضا كده زيك بالظبط، وبعدين راحت عند امها استاذن منها دقيقتين، وحياتك يا فتحي ما شافتش وشه لغايه النهارده. يخيبك يا ستي بقى يا عبيطه، تخلي البنت سعديه تضحك عليكي. طب انا اعمل ايه؟ ما انت احوالك اليومين دول بقت تخوفني. هو انا اقدر استغنى عنك؟ ده انا لو اسيبك اروح في حديد. ايه؟ حديد يعني ايه؟ قصدي يعني تحصل لي حادثه كده ولا كده، اتمسك واخش الحجز. بعد الشر عليك يا حبيبي. تيجي بلاش. بلاش ايه؟ بلاش نروح عند امك ونسهر هنا. نعمل ايه؟ نتكلم، نقول نكت، نأزلم. القهوة يا سيدي. اطفحيها واقفلي بقى. لسه بتنهج؟ طبعا صحتك تعبت من يوم ما سبتك من كتر الصرمحه. ابدا يا حياتي، حتى اسالي الكنبه. كنبه ايه؟ كنبه، انا قلت كنبه؟ اه الكنبه اللي بره، اصل كنت باجي انام عليها مهدود من الشغل. هو انا كنت اطيق انام على السرير لوحدي من غيرك يا حياتي؟ يا حرام، يعني عينيك ما زغتش كده ولا كده؟ فشل ان شاء الله عدمك. ده انا كرهت الستات كلها من يوم ما سبتك. كلهم؟ طب ودلوقتي؟ دلوقتي بموت في الصنف كله. اوعى كده. الصنف كله يبقى مالكش امان، عينيك هتبقى فارغه. ابدا يا حياتي، انا لما بشوفك كل الستات، لما بحضنك بحضن كل بنات حواء، لما بموسك ببوس كل الشباب اللي بتعمل الدنيا. ياه، انت بقيت شهرك يا من غلبي. من غلبك يعني ايه؟ قصدي من الايام اللي شفتها وانت غايبه عني يا حبيبتي. لو تعرفي اللي جرالي حبيبي. يا حياتي. كامل هو يا كامل، علشان اوضب الشقه. شقه ايه؟ هو ده وقته؟ لا دلوقتي عشان ماما تساعدني. اساعدك انا اللي هطبخ لك واكنس لك واسايلك الشقه ولمع لك الجرايد وكل حاجه. ده انا حنين.
عاجبك يا ظابط؟ انت يا ابيض، انت بنت ام رجلين حلوه لوحدك؟ على اذنك يا اختي. خليك انت المره الجايه. مالكش صاحب اجي معاكم؟ كان ليا اتنين وماتوا. معلش اشوفك بكره. اسمك ايه يا طعم؟ نعيمه. ايه؟ نعيمه. طب انزلي بسرعه بقى. انزلي يا نعيمه. نعيمه انزلي. ايه ده؟ انزلي. يا ناعم. انت اسمك نعيمه؟ لا، لواحظ عبد الصمد. اوعى كل لواحظ عبد الصمد نعيمه. لا، زينهم. طب اركب زينهم. انت مش قلت لي اشوفك بكره؟ رجعت في كلامي وغيرت الجدول. دمك خفيف. معاك بطاقه؟ قصدك ايه؟ تكونش مباحث؟ وخايفه ليه؟ لازم عامله عمل. ابدا والنبي حضرة الظابط، نزلني يا اخويا. انا مش ظابط يا زينهم، ما تخافش. لو النبي حضرة الظابط. ما تخافش يا زينهم. لو النبي حضرة الظابط. طب انا فاهمك. انا فاهمك يا حضرة الظابط. اركب يا زينهم، ما تخافش. ايه في ايه؟ مالكش دعوه انت. مالوش دعوه يعني ايه؟ خد. وفي ايه؟ وفي ايه؟ وفي ايه؟ ها؟ ليه كده؟ كفايه واحده. قوم شوف مين. احسن تكون البنت سعدية رجعت. مش ممكن، انا قايل لها ما ترجعش دلوقتي. قوم شوف. وقعتك سودة يا سعدية الكلب. انت ايه مالك مزمهر كده ليه؟ ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ اعمل ايه؟ ما انتوا نايمين على ودانكم. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ها؟ انا اسف. الظاهر اللي انا جيت في وقت مش مناسب. ما دام انت عارف كده، ايه اللي بعادك؟ يعني مصمم؟ مصمم على ايه؟ بس انا هقول لك يا فتحي، هقول لك انا اصل قعده البيت مش كويسه. ماليش دعوه، مع السلامه. انا هقول لك هتندم. مع السلامه بقى. مع السلامه. طب خش انت احسن تاخد برد. ايه يا ماجد؟ مش سامع الباب؟ دي شقة كامل فؤاد؟ ايوه. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ طب كامل موجود؟ ايوه. نقول له مين؟ ممدوح. انا ممدوح صاحب صاحب قوي انا وهو. اتفضل. صاحب قوي انا 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 وهو. انا كامل. اتفضل. لا متشكرة. أنا أول مرة أشوفك هنا. ليه؟ بتسأل ليه؟ تلم قوي على فكرة، بس حلو. راح فين؟ ما تيجي. أفن. مين يا بنت؟ واحد صاحبك اسمه، قلت اسمك ايه؟ ممدوح. استاذ ممدوح يا بيه. ممدوح؟ وايه اللي قالك تدخليه؟
بيقول انه صح. طب امشي جوه انت لابسه مشلح كده. امشي. اهلا يا ممدوح. اهلا يا كامل. خير؟ في حاجه مهمه قوي يعني؟ ايه الجو اللي عندك ده؟ جو ايه؟ البنت اللي فتحت لي الباب لقطت قشطه جدع. لم لسانك دي اخت مراتي. ومراتك هنا؟ قلت لك لم لسانك. بس بيني وبينك البنت تلوحه جدع. اتفضل. ميرسي قوي. العفو. ليه التعب ده يعني؟ لا مفيش تعب ولا حاجه، اتفضل. انا مش عارف اقول ايه يعني بس ايه فضل ايش ايش انت عصبي كده ليه؟ انا عصبي مالكش دعوه بيا. اتفضل اشرب وريني عند كتافك، مستني ضيوف بالليل. لو الضيوف اللي جاي لك من العينه دي ربنا يعينك يا شيخ. انت ايه الادب ما تربيتش؟ مفيش شرب. اتفضل روح. عادي عادي خد المجله اشرب، ما تبصش اشرب. الله ايه؟ انت 5 جنيه وهو 5 جنيه. عشان ايه؟ بعد بكره راس السنه وهعمل لكم حفله وهنعمل عبايل بقى. كل سنه وانتم طيبين. كتر خيرك، انا مش جاي. وانا شرح. ايه ده؟ ليه؟ هنضيع راس السنه الجديده من غير ما نسهر؟ بصراحة أنا ومراتي هنسهر عند فتحي. ما تحلوا علينا بقى يا أخي. طبعا أنا معزوم معاكوا. ها؟ لا. ليه؟ دي سهرة عائلية. إيه عائلية دي؟ وأنا صايع بقى ولا إيه؟ إحنا عمرنا ما افترقنا عن بعض في ليلة زي دي. أصل يا ممدوح يا أخويا. هي دي آخر الصداقة؟ طب أنا هعزمك بس بشرط. نعم. تاخد بالك، لازم تراعي إن كل اللي جايين ستات محترمين. ما احنا كل اللي نعرفهم ستات محترمين. اياك عينك تزوق كده ولا كده؟ طبعا. وتحط لسانك في بقك، لا تهزر ولا تهرج ولا تقول نكت خارجه. يا دي عايزه كلام. مفيش شرب ولا رقص ولا حاجات من دي. ضروري يا كلام. اديني قلت لك اهو. في حاجه تاني؟ لا. يا اختي خضتني يا استاذ. اي خدمه؟ ما لقيش عندك حاجه حادقه. ليه؟ والحلو مش عاجبك؟ عجيب، بس الدكتور محرج عليا. دكتور؟ دكتور مين؟ ليه يا عباس؟ انت بتهدد ايه هنا؟ اصل نفسي مايعه وبدور على حاجه حد. طب اتفضل، ولما تعوز حاجه بطلبها مني. خلاص مش عايز حاجه، انا مروح.
هي دي حد راس سنه دي تميت سنه كبيسه على دماغك ان شاء الله. ايه 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 المياصه دي يا بنت؟ مش معقول. حبيبي حبيبي الله يخليك ربنا يخليك وحشني وحشني خلاص كفايه كتر السلام ليه المعرفه نيجي سلام يا محفظ المحفظة بتاعتي السلك يا جماعة المحفظة بتاعتي السلك فين المحفظة بتاعتي؟ مش المطر مش المطر طبعا مش المطر ايه المحفظة؟ يا جدع بطل المحفظة دي المحفظة دي انت معاك محفظة طبعا محفظة يا فندم لا انا اسمع بس انا عارف انت الحركات بتاعتك مبسوطة قوي ها ليه الحركات البلدي دي؟ ها؟ سرق المفاتيح بتاعتي ليه؟ شربات دخل خفيف والنبي انت اللي جميل يا قمر حلو قوي بتعمل ايه؟ ايه انتوا ما عندكوش عشه في الفيلم يا جماعه يا واحد كمان واحد كمان الله كمان ابا انا واحد انا واحد انا انت يا جميله انت انت طب انا ماشي بقى اصلتوا مش عارفين ايه الحكايه خليك قاعد معانا يا اخويا انت وراك ايه لسه بدري ايوه والنبي يعني هي انا مضطر اعود بناء على رغبه الجماهير يعني اصلا قالت لي اقعد مدام عايزين نلعب لعبه يا عايزين تلعبوا لعبه حلوه نلعبها مع بعض كلنا ايوه يا هاني وتسمعوا الكلام ايوه يا هاني مفيش نسيكه في يا هاني يلا انا كبيره عايز اكلمك في موضوع مهم ما تقول في الزيطه دي ما ينفعش ناجلها لبكره ايه اشوفك بكره يعني لا اصل احنا مسافرين اسكندريه انا وماما هترجعوا امتى مش عارف
سؤال ماما. بتعمل ايه؟ ايه؟ احنا مش قلنا كل واحد يبوس مراته بس؟ مش كده ثورة؟ معلش يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. تاكسي تاكسي. ما تتفضلوا اوصلكم بعربيتي. لا متشكرين، هناخد تاكسي. يلا. تاكسي عشان ايه وعربيتي موجودة؟ ما تخافوش مش هاخد منكم أجرة. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبي، متشكرين قوي. ما تركبوا يا اولاد، مش هنلاقي تاكسي دلوقتي. يلا. وهتوفروا بالمره يعني. ايش حاجه. يا ساتر. ايدك يا ابني. اتفضلي يا طنط. ايدك يا حبيبي. ايدك. اتفضلي يا مدام. خليك انت هنا يا مجد. امشي خشبوك. الله. امشي. ايه ده؟ العربية شرقانة وعايزة تشفيط، وحياتك هتكمل تشفط لها. اشفط لها؟ انزلوا ناخد تاكسي، انزلوا. مركبنا وخلاص. اعمل اللي هو بيقول لك عليه. انزلي شفطي له. يوه. حاضر. انا اشفط فيه راس سلم. اشفط. شفط كويس والنبي كامل. ايه رايك في عربيتي يا طنط؟ حلوة يا ابني. ان شاء الله السنة الجاية تركبها معاك بنت الحلال. ان شاء الله ربنا هيستجيب لدعوة طنط. اصل ايد بنت الحلال خلاص. ما تتنيل تدور بدل الراغي. هو في واحدة ترضى بيك؟ حرام عليك يا كامل. والنبي الاستاذ ممدوح طيب وابن حلال. والف واحدة تتمناه. الله يكبر بخاطرك يا طنط. شفط؟ اه. تعالى بقى. مش فاهمه انت زعلان مني، مع انه بان عليه شاب مرح ولطيف. يعني عاجبك اللي عمله مع اختك ده؟ يحكم هم عملوا حاجه من ورانا. ده حتى صاحبك قصده شريف. شريف؟ مش عرفك انه قصده شريف. اصله بيني وبينك طلب يقابلها. ايه؟ تقول ايه؟ عايز يقول لها حاجه مهمه، اكيد عايز يخطبها. يخطبها؟ انت اكيد اتهرش بنافوخك. ليه بقى بعد الشر عليا وعلى نافوخي؟ عارفه نافوخ ايه؟ عن ايه؟ عايش ازاي في بيته؟ اسمعي، اوعي تفتحي الموضوع ده تاني. هو اختك تروح تقابله. انت مكبر الحكايه قوي كده. انا ما كبرتش حكايه. الراجل ما غلطش. نعم؟ عايز اخد معاك عفتك تقولي ما غلطش؟ كل الشبان دلوقتي بيعملوا. الشبان البايظين. طب ما انت عملت كده معايا ولا ايه؟ انا حاجه وصاحبي حاجه. انا شكل وهو شكل. ثم انا كنت عايز اتجوز بجد. يعني انت كنت دخلت في قلب صاحبك؟ نستنى ونشوف هيقول ايه. بقول لك اوعي قابلها، لو قابلها مش هيحصل. طيب ما تخربيش على بيتك. كامل انت بتقول ايه؟ ما اعرفش، انت سمعت اللي انا قلته. طب اقفل على الموضوع ده بقى احسن، انت اعصابك تعبان. اللي قابلها ندل الجبان. على كل حال ماجده مسافره بكره مع ماما اسكندريه، واتصرف انت مع صاحبك. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، سافر اسكندريه. هو سافر اسكندريه؟ هي سافر اسكندريه؟ انا هقتله. خد انا كمان اجازه عرضه.
مين؟ أنا لسه ماجدة. مش معقول. إيه اللي جابك اسكندرية؟ لا يا شيخ، إيه اللي جابك أنت؟ هو في الحقيقة أنا جيت عشان كان قالوا لي إن في ماسورة ضربت في قلب البتاع، فجم قالوا الماسورة مفيش يعني. وبعدين؟ وبعدين الماسورة فنشطت، فالفنشاط ألوظ مألوظ يعني، فما جاش في القلب. عايز الحقيقة أنا ما قدرتش أستنى لحد ما ترجع. طب وعرفت إزاي إن أنا في المنتزه؟ فضلت وراكم من مصر سيدي جابر للبيت للكابينة للمايو. أنت جريء أوي. أوي، أنا أصلي ما ضيعش وقت. طب وقصدك إيه من التعب ده كله؟ بصراحة؟ أيوه. هو ده بقى اللي أنا معرفوش. هو زي ما تقولي كده حالة انجذاب لا شعوري، انجذبت لها واللي يحصل يحصل. هو الواحد هينجذب كم مرة في عمره؟ طيب عن إذنك. راح فين؟ هنزل البحر. طبعا أنزل معاك. لا لا، جوز أختي يشوفنا. وإيه اللي هيجيب كامل هنا؟ كامل مين؟ جوز أختي التاني اللي هنا، اللي إحنا جايين نزورهم في اسكندرية. لا ما تخافيش، هقوم جنبك من بعيد لبعيد. لا لا ليه؟ وانا جاي من مصر عشان تقولي لا. لا انا جاي. لا 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 ده ايه؟ ارجع 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 ازاي؟ لا لا يا فندم. شوفي بقى انا هرش، انا هتفرج رش، لو طرطشتيني هطرطش. هتقدري تطرطشيني زي ما طرطشك؟ ارجع. لا لا لا، ده انا جاي لك مخصوص. هي فين؟ هي فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فين ماجدة؟ ايه اللي جابك؟ ماجدة فين؟ على البحر. جماعة رجلي رجلي وقفت بجد؟ دلكها لي وحياتي. يا رجلي يا انا. اوعى اوعى كده، انت باين عليك بتدلع. ايه يا رجلك بتوجعك قوي؟ قوي قوي. طب تعال ندفنها في الرمله بسرعه. طيب ولزوم ايه الرمل؟ الله، مش بتقول رجلك بتوجعك؟ طيب يبقى لازم الرمل. طيب طب اسنديني لحد بره حاجة. يا ست كفايه كده. لازم عشان رجلك تخف. حاول بقى كده تخرج نفسك من الرملة. مش ممكن. طب خليك كده بقى لغاية ما نتقابل في مصر. ايه ده رايحة فين؟ باي باي. ايه اللي جابك هنا؟ يا ولادي ليه؟ ايه اللي جابكم؟ انتوا جيتوا؟ احنا بنسألك انت. ابدا، جاي اشم هوا. اصل هوا البحر يرد الروح. طلعت روحك. انت بواحد ماجدة هنا. ماجدة مين؟ ما تستعبطش، انا عرفت كل حاجة. دي ذمتك، مش مكسوف من نفسك. انتوا مالكم بتلخبطوا كده ليه؟ انا لازم افتح نفوخك. اوعى ايدك يا كامل، اختش عيب، احنا اصحاب برضه. لو بتعرف قيمة الصحوبية ما كنتش عملت العملة المهببة دي. انا قصدي شريف. هو لازيك يعرف الشرف؟ رد عليا. استنى انت يا كامل، الكلمه ممدوح. كنت جاي تقابلها ليه؟ كنت عاوز تخطبها يعني؟ ما اخطبهاش ليه؟ اصل انا بفكر اتجوز. انت بتاع جواز؟ انت ما ينفعش معاك غير الاصناف اللي زيك. الاصناف دي كنت بتريل عليها ولا نسيت فتحيه وكوثر ونعيمه؟ اهدوا يا جماعه، انت بتتكلم جد يا ممدوح؟ عاوز تخطب ماجده؟ حتى لو كان بيتكلم جد انا مش موافق. وانت داخلك ايه، توافق ولا ما توافقش؟ انا هخطبها من امها. خلاص بقى يا كامل، ما دام ممدوح طلع قصده شريف. وانا عايل بيني وبينك؟ طب انا عندي فيكوا بقى انا موافق. كده الف مبروك. صافي يا لبن، يلا بوس على راس بعض بقى، ده انتوا اصحاب وهتبقوا عدايل. اصحاب؟ لا عدايل.
عدايل يعني ايه؟ اصل ممدوح هيصلح غلطته ويتجوز مجدة. يصلح غلطته؟ يا نهارك اسود. لا 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 انا ماليش دعوة، ده هم اللي بيقولوا. اه ازاي يعني؟ تعالى بس انا هقول لك. بتبص على ايه؟ مش معقول. شوف انت بقى الصرف. في حد كده؟ برافو. هاي. لا مش كده. بالبوكس بقى. اديله يمين خطافية. انت قلت له يلا خرب بيتك. صلاح نبي، صلاح نبي. ليه؟ ما كنت كويس. انا مش معاهم. ايوه الكلام ده بقى. ماشي. ايه اللي بتهببه ده؟ متفهم. اجرس الحاضر يا تكميله خايب كده يضربوه. الدور عليا انا بقى. هو حصل ايه؟ انا قلت لك ايه؟ مبروك. مبروك يا عروسه. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا فندم. ميرسي يا خالي. ربنا يتمم بخير. قومي هاتي الشربات يا ماجدة. حاضر يا ماما. زي ما اتفقنا الكتاب والدخلة الخميس الجاي ان شاء الله. وعلى ايه السرعة دي؟ مستعجلين كده ليه؟ انا مش مستعجل والله، هو بس يعني بس ايه؟ مش ممكن قبل كده يا ممدوح اخويا. بصراحة انا عمري ما شفت عريس مستعجل بالشكل ده. طب والعفش هتعمله فيه ايه؟ صحيح. العفش مشكلة يعني؟ نشتريه جاهز من أي محل. لا أنا عايز عفش عمولة. عمولة ازاي يا ابني؟ فين النجار اللي يقدر يخلص العفش في 5 أيام؟ قولي له يا حماتي. على خيرة الله. اتفضل. الشربات يا عريس. هاتي. اتفضل. دغري وبص قدامك. لا مؤاخذة، ممكن أروح الحمام؟ اتفضل يا ابني. ودي له فوطة يا ماجدة. ودي له فوطة ازاي؟ ما تودلوش حاجة يا ماجدة. وبعدين معاك يا كامل، مش خطبها خلاص؟ ودي له فوطة يا ماجدة. اتفضل. وتشكر. أقول لك على حاجة؟ قولي. اوعى تكون اتورطت في الخطوبة دي. عايز الحق؟ طب تسمع تفسخ الخطوبة فورا؟ استنى يا مجنونة، انا كنت عاوز يدونا فرصة عشان نحب بعض شوية، اخد منك معاد، تشاوري لي من البلكونة، تقابليني على الناصية، نروح السيما ونقعد في اخر صف. يعني نشغل بعض ما نوقفش. يا سلام. ما تجيبي بوس. وبعدين تضحك عليا وتسيبني. ما انا عارفاك. ايه ده؟ عارف ايه؟ باين عليك لعبي زي ابي كامل. ليه؟ هو حاول يعكسك؟ يا سلام، هو يقدر؟ صحيح، ايه اللي هيخليه يقدر يا احمد؟ يلا بقى. هو بيغسل ايديه ولا بيستحمى؟ تعالي بس هقول لك. لا ما تخافيش. هصوت. مفيش حاجة. هنده عليهم. أي حاجة يعني. بتعملوا إيه؟ كنت بتعمل إيه؟ كنا بنشمس العيال. خلي دي معاك حياتك. عشان هناك. على فين يا حلاوه؟ عند الاستاذ ممدوح. انت ما انتش عارفني. الاستاذ ممدوح ربنا يطول عليك وعبالك هيتجوز الليله. ده انا عايزك في مهمه. مفيش داعي تعطليه، اصله دخل يجهز نفسه عشان يروح الفرح.
وعلى العموم في أستاذ تدمينك ده عمله في العوامة اللي جنبنا دي. أستاذ ممدوح، يا ممدوح بيه، يا ممدوح زب. يا نعيم أنا مش فضيلك، أنا هتجوز الولاد. صدقني أنا مش هعطلك، أنا هاخد من وقتك دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. أنا عارف الدقيقة دي هتبقى ساعة، اعملي معروف أنا جدتي مش خالص. أنا مالي ومال جدتك، أنا جيت ناحية جدتك خالص، دي كلمة واحدة بس، كلمة واحدة، كلمة واحدة يا إخواتي، كلمة واحدة. هتقوليها وتخلصينا. يا نهار أسود، أنا هقولها إزاي بس يا إخواتي. منور يا مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بيك، أهلا بيك. العريس وصل يا أستاذ كامل؟ أيوه زمانه جاي إن شاء الله. الواد اتأخر ليه؟ أنا خايف لا يفضحنا. لا لا ولا فالك، ما أنت عارف إنه راح يلبس. أهلا يا مدام، منورة. يا نعيمة حرام عليك، بلاش فضايح، أنا لازم أمشي. ما هو أعمل إيه؟ أنا مش مدخولة هنا إلا لما تفتح. العريس فين يا جماعة؟ أنا ورايا فرح تاني. ما تيجي تشوفه يا كامل راح فين؟ حاضر يا ممكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواد اتأخر ليه؟ يمكن العربية وقفت منه ولا عمل حادثة. يا رب يكون عمل حادثة ومات فيها أحسن من الفضيحة. يا رب. يا ممدوح، يا ممدوح هديت حيلي، دي كلمة واحدة بس، كلمة واحدة. حرام عليك، سيبيني في حالي بقى. كلمة واحدة بس، هقول لك كلمة واحدة. اه يا نادل يا جبان، انزل 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 يا نادل يا جبان، طول عمرك عيل. شيل ايدك غصب عني هبقى فاهمك. تفهمني يا مجرم؟ خش خش. الله، اخش ازاي وانا كده؟ خش ولا هتصرف. يلا خش بسرعه شويه يا اسطى، بس انت العربيه اختفت مش شايفه قدامي. معلش كانك ماشي لحد ما نلاقي فرح. ازاي انت بتاع الجاز؟ بقول ايه؟ اتحشم احسن انا اغيرك. ما تعقدهاش بقى، بليله مفترجه مولد. اعمل حسابك لو في يوم من الايام عينك زغت كده ولا كده هقطم رقبتك. على ايه؟ ده انا غلبان. اهو اهو وقف هنا يا اسطى. شفت ازاي انك كنت ظالم ممدوح؟ الحمد لله اصلحنا ولاد حلال. انتوا عارفين قصدي كويس، العوامة والبوليس والليلة اياها. كامل مين دي يا كامل؟ دي الرقاصة اللي هترقص فرح ممدوح. رقاصة؟ طب واقفة هنا ليه؟ ما تتفضل جوه. اصل الفرقة بتاعتها اتأخرت وزعلانة وهتروح. لا تروح ازاي؟ ما ترقص على الفرقة.
ربنا لينا وخلاص. بس هدومي كمان مع الفرق. ومال رؤوسي كده؟ او النبي فكره مرقص كده. اتفضلي عن اذنك. لا اصل في ماسوره في اسكندريه ضربت. ايه الماسوره بتاعت اسكندريه ضربت؟ يا نهار اسود ايه الحلوه ده قبل ما يطفش. ممدوح افتح ممدوح افتح ممدوح افتح مش هيحصل حاجه. افتح يا راجل على مسؤوليتكم. على مسؤوليتك. يلا دي مجنونه. يلا يا اخي يلا. منور كده. يا اخويا اوعى تخرب كده. امر النبي قوي. تعال تعرفك دي ولا ايه؟ انا؟ ابدا ولا عمري شفتها. الله يخرب بيتك. ولا طربقه؟ هنعقل هنعقل بس هزي انت هزي. رأسي حلو يجن يا حبيبي. هستناكوا بكره. هتستنينا فين؟ تودينا في ضهر حطلة علي الطلاق لنا مطلة. حكاية الرقصة دي دي مايسة قوي. جوزك اتلم عليها منين؟ انا عارفه يا اختي. برافو حاجه جميله جدا وشكيل جدا. مع السلامه. الف سلامه. مع السلامه حبيبتي. يلا يلا يا اخي. انا قلت لمراتي هتاخر ساعه. ولا مراتي لعبت بقى الفرد من ساعه ما شافتها. امال انا اعمل ايه اللي سايب مراتي تاني يوم الصباحيه؟ اهلا اهلا. اهو كده مواعيد الرجاله ولا بلاش. اتفضلوا. كلمه بسرعه. كنت عايز ايه؟ ومالكم متسربعين كده ليه؟ جرسون مش عايزين حاجه. ودي تيجي افندم هات لهم بيره. لا هات لنا قهوه ساده. سبحان الله. هو الجواز بيعمل فيكم كده؟ يا ست اتكلمي وخلصينا. اتكلم اقول ايه؟ ده انتوا خوفتوني من الجواز. ليه؟ هتتجوزي؟ اسمتي الله. امال جاي تقابلينا ليه؟ جاي تقابلينا ليه؟ وحشتوني. اللي ايه اخبار العوامه؟ عوامه ايه؟ العوامه بتاعتكم ناويين تصرمحوا فيها تاني؟ لا احنا توبنا وهنسيبها بعفشها. بكام؟ بألف جنيه. موافق. انت معاكي 1000 جنيه؟ لا جوزي اللي هيدفع. ده سايغ قد الدنيا. خلاص هات الفلوس وتعالي نكتب لك العقد من غير ما اتفرج عليها. ما انت شفتيها. شفتها طياري لكن دلوقتي هشتريها. لكن هتشتريها ازاي؟ ما لكنش. قوموا بينا ما تضيعوش وقت. انا مش فاضي وانا مراتي منتظرانا. ومال كفايه ممدوح يجي معاك. لا كلنا هنروح. خايفين عليكي يا بيض. هي فين الكنبة؟ كنبة ايه؟ الكنبة اللي كانت هنا. دي بتاعت كامل خدها لما راجع مراته. دي مكتوب في القايمة العفش بتاع مراتي. طيب مبروك عليك. الله يخليك. ايه اللي معايا ده؟ هاخد نميت ولا حاجة. ايه ده كله؟ انت عاملة عزومة؟ حاجة كده على ما اوصل خيركم سابق. اتفضلوا. لا انا تبت. انت جايه تشربي ولا جايه تتفرجي على العوامه؟ ايه عايز اعدل دماغي. وانتوا كمان لازم تعدلوا دماغكم. قلتوا ايه؟ ايه
انا بلاش. ايه؟ ما تقول لمراتك اي حاجه يا اخي. وانت قلت ايه؟ انا يا خمر يعني. اديها 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 الو مجدة ازيك؟ بقول لك ايه، هو فتحي ما جاش عندكم؟ الظهر النوم الثلاثه مع بعض. اصل اختي كريمه كانت بتسال على كام ضروري حيبقى على العشاء. يا سلام. اسم الله اسم الله اسم الله عليكم. تعرفوا ان الكنبه كانت عامله جو للصاله؟ شكلها بقى وحش قوي دلوقتي. بس انت بتكلفي واحد نجار يعمل لك واحده زيها. ايه حلني بقى على بال ما يخلصها كامل. ما تجيب الكنبه اللي عندك وادي لك حاجه زياده. مستحيل. اقول لمراتي ايه؟ قول لها اي حاجه، اشتري لها انتريك دي. لا ما اقدرش، مراتي بتحب الكنبه دي قوي، دي حته من الجهاز بتاعها مكتوبه في القايمه. خلاص افوت على مرات فتحي ومرات ممدوح واخدهم ونروح نقنع مراتك. انت بتقول ايه؟ انا بحب اقول الكلام مره واحده. هتقنع مراتك يا اخي وتخلصت؟ يا جماعه مش معقول، انتوا عايزين تودوني في داهيه؟ يا نهار اسود، ما روحنا في داهيه. الساعه بقت كام؟ بقت كام ده ايه؟ قومي روح. اقوم اروح فين؟ انا مش قادره اتحرك من مطرحي. يا ست قومي، الساعه بقت كام؟ بعد نص الليل. قومي. خلاص روحوا انتوا، انا هنام هنا. اتخم ده انا مروح. لا بقى، انا ما اقدرش اسيبك في العوامة لوحدك، انت سوابق. يا حبيبي إيه؟ خلاص بات معايا. ابعد عني، انا متجوز. يلا بينا. يخدم يا شيخ، يخدم يا شيخ. الوقت. هو انا ما قلتلكيش؟ قلتلي ايه؟ خدي بالك معايا كويس، المدير بتاعي خطوبة بنته النهارده. طب ما قلتليش ليه؟ سبتني قلقانة عليك طول الليل. انا غلطان وادي راسك بوسة. لا ليه؟ جيبلي فستان واحد تلاتة والنبي. امال ده انت لقطة. تصبح على خير. مين؟ أنا كامل يا حبيبتي. كامل؟ أيوة كامل يا حياتي. طب اتفضل روحنا مطرح ما كنت. عيب يا كريمة، بلاش فضايح. لما أنت بتخاف من الفضايح، إيه اللي أخرك لحد دلوقتي؟ افتحي بس وأنا أقول لك. افتحي ما تبقيش مجنونة. يا حبيبتي كريمة، أنا أستاهل اللي رجعت لواحد زيك. بتعملي إيه؟ أنا لا يمكن أعيش مع واحد زيك أبداً أبداً أبداً. طب أعرفك كنت فين الأول، وبعدين اعمل لي رايح ضميرك. اتفضل قول. أنا سامع. كنت فرح بنت المدير، حتى اسألي فتحي وممدوح كانوا معايا. وتلاقي هناك كانت الرقاصة إياها. رقصت إيه يا شيخة؟ إيه السلام؟ الرقاصة اللي جبتها حضرتك في فرح ممدوح. يا شيخ ايش جاب لجاب؟ عايزه رقصك احيانا دي ترقص فرح بنت المدير. يعني انت ما شفتهاش تاني؟ اشوفها فين؟ انا رحت الفرح اخد علاوه ترقيه، المصاريف زادت والعيال كبروا. عيال؟ عيال ايه؟ اللي احنا هنخلفهم يا جميل. لا اوعى يلا ما تكلمنيش، انا زعلانه منك خالص. ومالي؟ اصلحك يا عمر. خليكي زي ما انت، زي ما انت. Thank you.
ممدوح سلامتك يا حبيبي. المدير. المدير؟ انت اتخانقت مع المدير؟ هقول لك انا، اصل النهارده كان فرح بنت المدير. قامت خناقه في الفرح. انا طبعا حاولت ادافع عن المدير. اصل انا بقى محسوب المدير ده. وبتمحلس له بقى قوي. كل اللي يجي ناحيه المدير اضربه. كل اللي يجي ناحيه المدير اضربه. وكلهم بيجوا ناحيه المدير. 30 نفر حتى كسر فيهم. طبعا هيفتكرني في كشف العلاوات والترقيات. ترقيات ايه وزفت ايه؟ كده كنت هتضيع نفسك يا حبيبي. معلش يا حبيبتي، ما انا بكره كمان هبقى مدير واجوز بنتي والاقي واحد ابن حلال يتضرب زيي. تعالى يا حبيبي. تعالى ارتاح. تعالى يا حبيبي. نار معلش نار نار يا جسمي. معلش انا يا جسمي انا مالي انا. هاتي لي سجاره. هاتي لي سجاره. هاتي لي سجاره. هاتي لي سجاره. ايه ده الاحمر اللي في المنديل ده؟ اسمه ممدوح. ده اللي انا مش عامل حسابه. ده وريني. ده دم. اصل انا خر مني دم كتير قوي. لا ده مش دم. مش دم؟ امال ايه بقى ايه؟ ده ميكروكروم. اصل هم حاطين لي ميكروكروم كتير قوي. اسمع انا مش عبيطه. ده لا دم ولا ميكروكروم. ده لا دم ولا ميكروكروم. لا ده روج. روج؟ وجه منين الروج ده؟ من بقك الطيعة يا جميل. هات واحدة وقال. استنى هنا انا بحطش الصنف ده. ما تحطيش الصنف ده ليه؟ ده غالي وكويس. غالي ولا رخيص مش مهم، المهم الروج ده جه منين. وانت هتعملي لي بقى كلام فارغ على حاجة هايفة زي دي؟ كل ما هقعد اعمل لك في قلب ال كده بتحرك دراعك كويس قوي. انت كنت بتخمني. خمك يبقى خالي. انا ما بهزرش. قول انت، قول الحقيقه بسرعه. بصراحه بقى انا اتكشفت. انا واد كداب قوي كده. لكن انا اللي غلطان، كلهم حذروني منك وانا قلت نسير واحد بعد الجواز. بقى بذمتك في واحد يسيب مراته تاني يوم الصباحية ويروح يسهر مع واحدة تانية ويجي لها بعد نص الليل؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ وأنا ما أقدرش أسيبك دلوقتي، الناس يقولوا علينا إيه؟ لكن يكون في علمك من الليلة دي مش ممكن أنام معاك في أوضة واحدة. أمال هتنامي فين؟ هنا. وأنا؟ بره. طب ما تنام أنت بره وأنا أنام هنا. لا أنا هنام هنا وأنت اللي هتنام بره. اتفضل. طيب نام لوحدك. على العموم اللي بينام لوحده ربنا بيهديه. يهديني؟ يهديك انت؟ هو انا مجنونه؟ انا اللي مجنون. انا اللي مجنون عشان اتجوزت. مال انا ومال الجواز؟ الله يخرب بيتك يا عيمة. يعني صدقت انهم كانوا فرح بنت المدير. امال كانوا فين؟ كانوا في اي مصيبه تاخدهم. انا سالت عن المدير بتاعهم بالتليفون وقالوا لك ايه؟ انا مش متجوز خالص. بقى كده؟ طب انا بقى مش قاعده له ولا يوم واحد في البيت. وانا كمان هطلع من الشغل على بيت ماما. هو ده اللي انتوا فالحين فيه؟ جاتكوا خيبه انت وهي. يعني ايه؟ عايزيننا نسكت على كده؟ لا نقعد في بيوتنا ونربيه. نربيه؟ هما دول يحب فيهم تربيه؟ الرجاله من طبعهم الخيانه، والست الشاطره هي اللي تعرف تحافظ على جوزها. يعني تحطه زي الرز على النار وترفعه قبل ما يشيل. مراتي دخلت عليها حكايه فرح بنت المدير. وانا كمان ربنا سترها معايا. يعني انا اللي انكتب عليها الفضيحه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ ما تدبروني. مش انتوا اللي دبستوني في الجواز؟ ولا خلي نعيمه بقى تربقها على دماغنا كلنا؟ لا لا في عرضك. انا ما صدقت رجعت لمراتي. يبقى لازم نخلص من نعيمه. انا هبلغ عنها البوليس. حلو. ويجرجرونا في الاسم ونبات في الحجز ومش بعيد عيد التحقيق ونطلع شركاتها في السيرك. ولا يمكن تنتقم مننا وتبلغ مراتاتنا.
طب ما تديها الكنبه يا اخي وتخلصني. يعني هي الكنبه اللي هتحل المشكله؟ طبعا اول ما هتستلم الكنبه هتمضي العقد وتغور من وشنا. ما اقدرش اكلم مراتي في موضوع زي ده. طب ما تيجي نسرقها. صح، بس اسهي نفسي واسرقها من نفسي ازاي؟ اقول لك، انت تسبقني على البيت. سيب الباب مفتوح يا حمار. طيب. دخل مراتك بوضه النوم. كريمه، كريمه، هي في اوضه النوم. لا لا، وتدينا اشاره. طيب خلاص كامل. حبيبتي، حبيبتي، قلبي، مراتي، حبيبتي. اقعد بقى هنا اهو لما احضر لك الغدا. لا لا، انت ايه وغدا ايه؟ دقيقه واحده وغدا هيكون جاهز. ده انت غدايا وعشايا وروح قلبي وعينيا. غريبه. وغريبه ليه؟ ما غريبه الاصطدام. انت متاكد انك مش عايز تتغدى؟ نقفل الباب. مالك؟ في حد بره في الصالة. حد زي ايه يعني؟ هيكون ايه؟ حرامي؟ لا لا يا شيخة، حرامي ايه؟ يمكن ليه لا؟ لا لا يا شيخة، واحنا عندنا حاجة تسرق؟ هيسرق الكنبة يعني مثلا؟ تعال نشوف مين. نشوف ايه؟ هو ده وقته؟ تعالي بس صلح النبي تعالي. يا ساتر. يا تقيلة قوي. قوي. الله يخرب بيتك يا نعيم. ربنا ايه؟ شيل بسرعة. سامع؟ ايه؟ انا متأكدة ان في حد في الصالة. يا شيخة حد ايه؟ تعالي بلاش غلب. استنى بس، لازم اشوف مين. انا مالي، ما تمسكيهم. يا نهار اسود، تقفشوا. كامل. ايه؟ الحق يا كامل. ايه في ايه؟ بص. ابص فين؟ الكنبة. يا نهار اسود، لازم اشق فيها عفريت. انا مش قلت لك ان انا سمعت صوت؟ اكيد الحرامي سرقها ونزل. استنى، راح فين؟ الحق الحرامي. الحلم ده ايه؟ استنى انا بحق. استنى انت اهو. اطلع اطلع بسرعة. اطلع بسرعة. اطلع اطلع. تاكسي. اما حتة مغامرة. احنا بالطريقة دي نقدر نسرق البنك الاهلي. شكير. رجعوا للمسخره دي تاني. الو بوليس النجده، في عرضكم. والنبي يا بوليس النجده. كنبتي حبيبتي. خش برجلك يمين. على مهلكم بالراحه. استنى شويه بس. استنى على مهلك. هات ال 1000 جنيه وخلصينا. صبركم عليا شويه، خطيبي زمان وجاي هيدفع له. خطيبك؟ اهلا يا كريمه. اهلا يا ميزانية. ايه ده؟ لم هدومك، لم هدومك بسرعه. شوفي لك عربيه تشيل العفش بتاعك. ليه خير؟ حصل ايه؟ حصلت كارثه. طلعوا حراميه. هما مين دول؟ اجوازنا احنا الثلاثه. هيكونوا مين؟ خدوا عوامه وناويين يفرشوها بعفشنا. طب انتوا شفتوهم وهم بيهيصوا فيها؟ مش يمكن واخديني علشان مشروع تجاري؟ يعني اجروها مفروشه مثلا؟ يا نهار اسود، انت هتنديني؟ انت بنت عبيطه. الله،
ما احنا كمان لازم نتاكد قبل ما نعمل اي حاجه. هو خطيبك جاي امتى؟ تخلصينا بقى. اذا كنتم مستعجلين روحوا وتعالوا بكره. بكره ده ايه؟ احنا مش فاضيين لك. وانا خلاص اعصابي تعبت. خلاص روحوا ناموا في اوضه النوم عندي. يلا يلا يلا. طب ابعد عني، انا بنتها مش خالصه. وادي نوم. نامت عليك حيطه يا شيخ، قوم انت وهو. على فين حلاوه؟ عند الشبان اللي ساكنين فوق. انتوا التلاته كده طالعين عندهم؟ ايوه عايزينهم ضروري. طب ما كفايه اتنين، اصل عندهم واحده. سمع، عندهم واحده ست. يلا خليكي انت بقى متساني. ايه ده انت جنان؟ اصلهم ما بيحبوش النحاف. هو خطيبك اتأخر ليه؟ انا هروح عند اهله، خليك وانت مستريحني. اهو جه، خليك انت. ما شاء الله. انا لازم اطلق دلوقتي حالا. كلنا لازم نتطلق دلوقتي حالا. ده اكيد. وحضرتك طبعا تبي رقصه مش كده؟ اه، وهي روح راح تطلق دلوقتي حالا. رقصه دي ايه؟ انت برضو صدقتي؟ امال انت بقى تطلعي ايه؟ وانت مالك انت؟ اساليهم عن اذنكم. ايه كده ليه؟ اوعي يا بنت انت وهي. اوعي من قدامي لو بتاعك. تعالي هنا. اوعي كده وانت عامله السويس. يا بنت العضاضه. طيب؟ اعوذ بالله من غضب الله. اوعي كده انت وهي. اوعي من قدامي. يا منجي يا مغيث امشي يا بوليس. شايفين؟ شايفين الفسق والفجور؟ بس انت وهي المجوهرات دي بتاعت مين؟ ما اعرفش عنهم حاجة. ما تصدقهاش يا حضرة الضابط، دي كانت سرقاها. يا كذاب، ده كذاب يا حضرة الضابط. والستات التانيين دول بقى يبقوا ايه؟ دي بقى تبقى مراتي. انا لا مراتك ولا اعرفك. الله، اوعى تصدقهم يا حضرة الضابط. دول كل يوم يجيبوا ستات اشكال والوان في العوامة. قله ادب يا شيخ. اتنيل عليك كده وانت عامل زي التربي. اتفضلوا معايا. اتفضلوا روحوا فين؟ دي مراتي. ودي مراتي. ودي بقى تبقى مراتي. اوعى ايدك. الكلام ده تقوله في التحقيق. اتفضلوا. معلش اغفري لي خطيئتي. شيخ كون يا شيخ كده عليا. انا غلطان. انا مذنب. خلصونا منهم لكم ثواب. وانا يا بيه امشي؟ لا انت هتستني معانا شويه. ليه يا بيه؟ الحاجه اللي كنت بتدوروا عليها ولقيتوها، يبقى خلاص بقى. سلام عليكم. استني هنا. اتفضلوا في الاول. اتفضل. لو النبي. فضل. لا والله الرجال الاول. لا اتفضلوا. اتفضلوا حضرتك. يا سلام. طيب الحقوا. كبسه 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 كبسه. وش يا سيدي؟ اهلا اهلا. ايه ده؟ رايحه فين يا ست انت وهي؟ رايحه فين؟ دي ناس ما شافتش لحمه بقالها ست اشهر. يلا يلا يا ستي يلا ابعدوا هناك. اعملي في حمام والرجاله وبعض، ما تخليهمش يخرجونا من هنا. سيبهم يا شويش على راحتهم. يا ابني اللي دخلك انت هنا بتوع مكتب الاداب. اداب؟ ايوه. اخس انا كنت فاكركم حراميه محترمين، طلعتوا ولاد الاداب. هز نمت اول، هز بجنبي. الله يسعدك. واجع بطنك من الروح. فاكرينه سبيل ابو عباس يا عم. ولا حركه ولا نفس. ساكت.